السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ شو الأخبار؟ جاناكم فيديو جديد، إن شاء الله تكونوا بألف خير. بسم الله والصلاة على رسول الله. نبدأ حلقة جديدة. رمضان مبارك. بالفعل يعني رمضان صار راح يخلص، نحن صرنا بال27 رمضان وبسرعة رهيبة مرة، يعني ما حسينا فيه. شوف سبحان الله، عن جد إن ضيفكم عجول، هذا الضيف كتير عجول. إن شاء الله نكون أنا وإنتو يا رب وجميع المسلمين من العتقاء من النار في هذا الشهر والمغفور لهم بإذن الله. حقيقة في رمضان ما عملت ولا فيديو من فيديوهات السلسلة اللي كنا ماشيين فيها، سلسلة هل تعلم، هي سلسلة تنمية ذاتية وتطوير للذات، لأنه برمضان الوقت ضيق شوي، والفيديو ضمن سلسلة هل تعلم بده شوية شغل وبده شوية مصاري وبده شوية قراءة ومتابعة للمواضيع اللي بدنا نطرحها. فلذلك مثل ما شفتوا الفيديوهات اللي عملتها برمضان هي عبارة عن قصص أو عبر، لأنه يعني بتضل أخف شوي، يعني ما بدها جهد مثل سلسلة هل تعلم وتطوير الذات والتنمية الذاتية اللي كنا ماشيين فيها. بعد رمضان إن شاء الله مستمرين في سلسلتنا، ولكن برمضان لضيق الوقت شوي، الواحد يعني بده يلحق يتفرغ لعبادته ويتفرغ لعمل ويتفرغ لكتير أمور. حبينا يكون الشيء اللي عم نقدمه يكون سهل وسلس وأشياء يعني مفيدة إلنا وإلكم. ما بيطول عليكم، يلا نبلش قصتنا وعبرتنا اليوم. كان يطوف بالسوق رجل متكبر عليه من حسن الهيئة والزهو ما لا يعلمه إلا الله. فمرت به امرأة تبيع السمن، فقال لها: ماذا تبيعين يا امرأة؟ فقالت: أبيع سمنا يا سيدي. فقال لها: أرني إذن. وعندما أرادت أن تنزل دلو السمن من فوق رأسها، اندلق بعض السمن على ثيابه. فغضب الرجل غضبا شديدا وقال لها: لن أبرح الأرض حتى تعطيني ثمن هذا الثوب. فظلت المرأة تستعطفه وتقول له: خل عني يا سيدي، أنا امرأة مسكينة. فقال لها: لن أبرح الأرض حتى تعطيني ثمن هذا الثوب. فسألته: وكم ثمن الثوب؟ فقال لها: 1000 درهم. قالت: يا سيدي، أنا امرأة مسكينة، فمن أين لي ب1000 درهم؟ قال لها: لا شأن لي. قالت له: ارحمني ولا تفضحني. وبينما هو يتهددها ويتوعدها، إذ أقبل عليهم شابا وسألها: ماذا بك يا امرأة؟ وقصت عليه الخبر. فقال الفتى: أنا أدفع ثمن هذا الثوب. فأخرج 1000 درهم وعدها الرجل المتكبر وأراد أن يمضي. فقال له الشاب: على رسلك. فرد عليه ذلك المتكبر وقال له: ماذا تريد؟ فقال: هل أخذت ثمن الثوب؟ فقال: نعم. فقال: إذن أين ثوبنا؟ قال المتكبر: ولما؟ فقال له الشاب: أعطيناك ثمن الثوب فأعطنا ثوبنا. قال الرجل المتكبر: وأسير عاريا؟ قال له: لا شأن لي. قال الرجل المتكبر: وإن لم أعطك الثوب؟ قال له الشاب: تعطينا ثمنه. قال الرجل المتكبر: 1000 درهم؟ قال له الشاب: لا، بل الثمن الذي نطلبه. فقال له الرجل المتكبر: لقد دفعت لي 1000 درهم. فقال له الشاب: وما شأني بما دفعت؟ وعندها قال المتكبر: كم تريد؟ فقال له الشاب: 2000 درهم. فقال له الرجل المتكبر: لكن هذا كثير. فقال له الشاب: أعطنا ثوبنا. قال له الرجل المتكبر: أتريد أن تفضحني؟ فقال له الشاب: كما كنت تريد أن تفضح المرأة قبل قليل. فقال له الرجل المتكبر: ولكن هذا ظلم. فقال له الشاب: الآن تتكلم عن الظلم؟ فخجل الرجل من فعلته وأعاد 1000 درهم للشاب وعفى عن المرأة ومضى في طريقه. ومن فوره أعلن الشاب والناس مجتمعون أن 1000 درهم هي هدية لهذه المرأة المسكينة. نعم يا أصدقائي، إدارة النزاعات تتطلب حكمة وتضحية، والحياة ليست بالكبر والتعالي، ولا تأسف على احترامك وخدمتك للناس وطيبتك معهم لو لم يردوا لك بالمقابل. فأعطي الناس ولا تنتظر الشكر منهم. يقول بعض الناس: نقدم ونقدم ونفعل كذا وكذا ولا نحصل على الشكر حتى من الناس الآخرين. صديقي، لا تحزن إن لم يقدر أحد طيبتك، فالعصافير تغرد كل يوم ولا أحد يشكرها على ذلك، ومع ذلك تستمر بالتغريد. عامل الناس دائما بقانون 100-0. قانون 100-0: أن أعطي 100 وانتظر من الناس 0. قدم ولا تنتظر الشكر، قدم لأنك تريد من الله، لأنك تريد أن يعجب الله بعملك وتريد أن ترضي الله، لا أن ترضي من قدمت له الخير. صديقي، نظرة الناس لك تختلف من شخص إلى آخر، فهناك من يراك جيد وهناك من يراك سيء، وهناك من يراك رائع جدا وآخر لا يراك شيء، ووحده الله من يعرفك على حقيقتك. فعامل الناس بقانون 100-0 وانظر كيف ستتغير حياتك. لا تنسونا من صالح دعائكم. كان معكم أخوكم نورس المجارحي، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.